تصدع ينهش في جسد حكومة السراج تزامنا مع الصراعات الداخلية بين من يسمى برئيس حكومة الصخيرات فايز السراج ووزير داخليته فتحي بشاغة، حيث سلطت صحيفة العرب اللندنية الضوء على هذه الخلافات التي تفاقمت عما سبق، وصفة صراع السراج وبشاغة بصراع الوكلاء على إرضاء تركيا، متوقعة أن يصل هذا التنافس إلى تغيير خارطة موازين الميليشيات في الغرب الليبي لجهة تقليص نفوذ جماعة مدينة مصراتة التي ينحدر منها بشاغة، وعلى الأقل فرض أمر واقع جديد يدفعها إلى تغيير سلوكها التسلطي. ويأتي هذا الصراع على خلفية من قام به بشاغة من مراسلة وزارة المواصلات بحكومة السراج من منعها بقيام بأي عملية هبوط أو إقلاع إلا بعد أخذ الموافقة منه شخصيا، في حين اعتبر السراج مثل هذه الأمور ينعقد الاختصاص فيها له وليس لوزير داخليته. ومن هنا دق ناقوس الخطر عند السراج والذي لا يريد لأحد حتى لو كان بشاغة بأخذ مهمة التواصل مع تركيا، فالسراج وبحسب صحيفة العرب اللندنية لا يريد لبشاغة أن يتحرك دون أن تكون له عين عليه، خاصة بعد شراء هذا الأخير طائرة خاصة لتنقلاته المتواصلة مع تركيا وقطر. فمن المتوقع أن يقوم بشاغة بتحجيم دور السراج والميليشيات المؤيدة له من مدينة طرابلس المحتلة، ومن ثم يتمادى بشاغة ويسيطر على العاصمة بالتحالف مع ميليشيات مدينة مصراتة. صراعات وخلافات لا تبقى طويلا حتى تندلع الاشتباكات مرة أخرى، فهذا ما اعتدناه من حكم الميليشيات، ولكن في هذه المرة لن يكون هناك شماعة ليعلقوا عليها أخطائهم ومقابرهم الجماعية. علي الفايدي، ليبيا الحدث.